ماتت الأسماء إلا محمدا. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. فيطرق باب الجنة، يقول الملك: من؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الملك: أمرت أن أفتح لك الباب يا رسول الله. ويفتح باب الجنة، ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد. يا الله، واحد واحد. يا أحمد ادخل، يا محمد ادخل، يا فاطمة، يا عائشة ادخلوا. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب خلاص؟ لا. ينظر صلى الله عليه وسلم فيقول: باقي من أمتي من أدخلته النار. يا رب، باقي من أمتي من أدخله الله النار. يا رسول الله، حتى تشفع لأهل النار؟ نعم. لماذا؟ لأنهم في قلوبهم تصديق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن عندهم ذنوب: زنا، ربا، عقوق الوالدين، ولذلك في جهنم. لأجل تصديق شهادتهم يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم. يذهب ويسجد تحت العرش ويقول: يا رب، يا رب، فإن من أمتي من أدخلته النار شفعني فيهم يا الله. فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويشفع لأهل النار من المسلمين حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فلما تنتهي الشفاعة ونحن داخلين إلى الجنة، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: التفت فإذا برجل يلحقني والملائكة تسحبه، فيقول النبي: يا رب، يا رب، إنه من أمتي يا الله، إنه من أمتي يا الله. فيقول رب العزة والجلال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني غير في الدين، أنكر الأحاديث، يفسر القرآن على مزاجه على هواه. إنه ليس من أمتك يا رسول الله. يا الله، يقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني أبعد عني، فيؤخذ إلى جهنم والعياذ بالله.